دكتور المصري أخصائي في جراحة القلب مجدي يعقوب أراد نقل كل معرفته لمن بعده، لا يريد أن تموت تلك المعرفة معه، فربما تصبح قدوة لغيرك غدا. من هو هذا الإنسان؟ الطبيب هو المصري مجدي يعقوب. شاهد والده يموت في عمر صغير فقرر أن يصبح طبيبا وقرر أن يغير العالم. كانت ذاكرة والده وعمته اللذان توفيان بسبب مرض في القلب تأرقه. الرجل الذي استطاع القيام بأكثر من 20,000 عملية جراحية طيلة حياته وأقسم أن يدرس جراحة القلب حتى لا يعاني أحد كما عانى والده. في عمر 15 حصل على منحة لدراسة الطب في الجامعة، وبفضل تفوقه درس مع أكبر الأطباء في العالم بأعرق جامعات إنجلترا. كان مهتما بأمر واحد فقط، وهو علاج المرضى في القلب. تقدم للعمل في المستشفى الملكية في بريطانيا، لكن تم رفضه، فقرر السفر إلى أمريكا، وسافر إلى أمريكا للعمل هناك. عام 1974 بدأ حلمه يتحقق، حيث كان مشاركا في الفريق الطبي الذي قام بعمل أول عملية قلب مفتوح في التاريخ، وظل يعكف على دراسة أمراض القلب حتى أصبح مساعد معلم في جامعة شيكاغو الأمريكية. عام 1977 استطاع ابتكار تقنية للقيام بعمليات القلب لكبار السن، ولكن نجاحه الأكبر كان في عام 1980 عندما قام بأول عملية نقل قلب له. وفي عام 1982 قام ب ثنائي عملي له، ولكن هذه المرة كانت النتيجة مذهلة، حيث استطاع المريض أن يعيش لمدة 31 عاما بعد عملية نقل القلب. وكان هذا رقم قياسي جديد لم يحقق من قبل، لكنه لم يتوقف هنا. أذاع صيته فأصبح من أمهر الجراحين في العالم، حيث بدأ القيام بعمليات جراحية لمشاهير العالم، منهم رئيس الوزراء اليونان والكوميديان إيريك موركامب والممثل المعروف العالمي عمر الشريف. رغم تلك الإنجازات، إلا أنه كان يريد أن يعمل ما هو أكبر من مجرد نجاح شخصي خاص به، حيث كان يريد مساعدة الأطفال حول العالم من أجل تجنب رؤيتهم يعانون من أمراض القلب. لذلك في عام 1995 قام بافتتاح مركز سلسلة أمل في بريطانيا. هدف المركز كان معالجة الأطفال الفقراء من أمراض القلب حول العالم، حيث كان يستضيف المركز 3 حالات من خارج إنجلترا شهريا من أجل علاجهم. وبعدما عاد الدكتور مجدي يعقوب إلى بلده مصر، قرر إنشاء مركز مشابه لذلك المركز الإنجليزي، وقام بافتتاح المركز بأسوان في الصعيد لمساعدة الأطفال الأكثر فقرا. ورغم أنه اعتزل مهنة الطب، إلا أنه عاد مجددا لكي يستطيع توجيه الأطباء الصغار أو الناشئين ونقل كل ما تعلمه في الخارج إلى الأجيال القادمة. بسبب جهوده في تطوير علم جراحة القلب حصل على جائزة فخر بريطانيا عام 2007. حقق حلمك بعد تعب وجهد واكتساب خبرة كبيرة، وأراد أكثر من ذلك، حقق حلمه بعد تعب وجهد واكتساب خبرة طويلة، وأراد أكثر من ذلك أن يستفيد الكثير من خبرته الذي نالها هذا الطبيب. نرفع لك القبعة الدكتور المصري مجدي يعقوب. معكم نبيها حدارة من أستراليا مباشرة، فقرة الشهرة.